الكاتبة والصحفية الإسبانية تيريسا أرانغورين هي ضيفة حلقة برنامج أصدقاء فلسطين اليوم من العاصمة الإسبانية مدريد. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بك أستاذة تيريسا. بشخصيتها الاستثنائية وحضورها بدأت رحلتها بحب فلسطين. المزيد عن ضيفتنا لليوم فلنتابع التقرير الآتي. كانت من أوائل الصحفيات اللواتي غطينا حرب العراق وإيران في ثمانينات القرن الماضي، ومن هناك انطلقت لتصبح من أهم المراسلين الدوليين في الشرق الأوسط والبلقان، لتبدأ شغفها بفلسطين وحبها الذي توطد يوما بعد يوم. تيريسا أرانغورين الكاتبة والصحفية الإسبانية والتي اشتهرت بدعمها اللامتناهي للقضية الفلسطينية عاشت تفاصيل حصار بيروت مع القائد الشهيد ياسر عرفات في العام 1982. عن طريق مراسلاتها الإخبارية تنقل حقيقة الإجرام الإسرائيلي بحق شعب أعزل في ظل تغافل القانون الدولي عن الإرهاب الإسرائيلي المستمر يوميا من قتل وتهجير لمصادرة الأراضي والاستيطان لإغلاق الحدود وإعاقة حركة المواطنين. تجدها دائما في مقدمة صفوف المظاهرات والمؤتمرات المطالبة بفك الحصار أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو تطبيق القانون الدولي، تهتف بالحرية لفلسطين أينما ذهبت، معروفة في الأوساط الإسبانية بفلسطينية قلبها وتوجهها. آخر ما قدمته تيريسا هو كتاب ضد النسيان، الذاكرة الصورية لحياة الشعب الفلسطيني بين عامي 48 و1889 والصادر في عام 2015. يعتبر العمل تأريخا ممنهجا يسلط الضوء على حياة الشعب الفلسطيني قبل النكبة عن طريق الصورة. أهمية هذا الكتاب في توثيق تاريخ الشعب الفلسطيني وضحض رواية الاحتلال. تيريسا أهلا بك معنا، أخبرينا كيف بدأت رحلتك بدعم القضية الفلسطينية. حسنا، التزامي وارتباطي بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بدأ في العام 81 عندما ذهبت مع زوجي إلى إربد في الأردن، حيث كان زوجي أستاذا في قسم اللغة الإسبانية في جامعة اليرموك، وأظن أنك تعرفين هذا الجزء من الأردن حيث هناك وجود كبير للاجئين الفلسطينيين، وهناك بدأت علاقتي بهم. أرسلت بعض التقارير الصحفية إلى إسبانيا، وكان ذلك هو أول تماس لي مع الفلسطينيين، فأنا في بادئ الأمر درست الفلسفة والآداب، لكنني بعد ذلك بدأت العمل كصحفية وبدأت بإرسال تقارير صحفية من مخيم اللاجئين في اليرموك وأيضا في منطقة شمال الأردن. عايشت القائد الراحل ياسر عرفات بحصار بيروت 1982، حدثينا عن تلك التجربة، ماذا أضافت لك؟ في بيروت أتيحت لي الفرصة ليس فقط للقاء الرئيس الراحل ياسر عرفات، بل الحوار معه. المقابلة كانت من المفترض أن تتم في قبو أو في سرداب، لا أدري لماذا كانت المقابلات تتم في المساء، ولكن بدأ القصف ولا أعرف لماذا كان يبدأ القصف الإسرائيلي دائما مساء، ولهذا تمكنا فقط من التقاط صورة واحدة، وكانت تلك الصورة معجزة حقيقية لأنني تمكنت أن ألتقطها. كنا نجري المقابلة على ضوء الشموع، وكان ذلك هو المشهد ذاته على ضوء الكاميرات، وكما تعلمون كانت بيروت محاصرة وتشهد قصفا يوميا إسرائيليا مستمرا، حيث أظن أن إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دوليا من بينها أسلحة الفسفور الأبيض، وهي أسلحة محرمة. وأتذكر الجرحى الذين أصيبوا بقنابل الفسفور الأبيض، والطبيب الذي تحدث إلينا في ذلك الوقت
الذي كان مع الجرحى قال لنا إن الجرحى لا يشفون أبدا لأن الفسفور يتغلغل في أجسادهم حتى العظام. إذا كل ما عشناه في بيروت المحاصرة كان أمرا فظيعا والاجتياح كان فظيعا الذي عاناه لبنان، وأظن أن العالم قد نسي سريعا تلك اللحظات الفظيعة والظروف الهائلة القاسية التي عانتها المقاومة الإنسانية. كان الاجتياح جريمة بحق الفلسطينيين. هذا الاجتياح الذي حدث عام 82 سواء من خلال الأسلحة المحرمة أم من خلال الوحشية التي مارستها القوات الإسرائيلية أم من خلال ما ارتكبته من جرائم في نهاية هذا الاجتياح، وأعني بها مذابح صبرا وشتيلة. وصحيح أن من قامت بها هي قوات لبنانية، ولكن من خلال تواطؤ القوات الإسرائيلية ومن خلال اطلاعهما على كل ما حدث ومن خلال مراقبتهما للأحياء التي كانت تجري فيها تلك المجزرة. والرئيس عرفات أكد لنا شيئا يدل على السياسي الذي في داخله، قال لنا إن هناك ضوءا في آخر النفق، وهذا ما أكد عليه مرارا. صحيح أننا كنا أيضا نجلس في الظلمة، نجلس بسبب القصف، ولكن أيضا هناك ضوء في آخر النفق. عند الحديث عن تجاربك كصحفية في فلسطين لأعوام كثيرة، كيف ترين التغطية الصحفية الإعلامية الغربية للقضية الفلسطينية؟ أظن أن المشكلة الأساسية مع وسائل الإعلام الغربية عند تغطيتها القضية الفلسطينية هي أنها تتبنى الرؤية والرواية الإسرائيلية للأحداث هناك، ومع أن شكل هذه التغطية بدأ يتغير يوما بعد يوم كلما اتضحت الحقائق وبدأت تظهر في وسائل الإعلام الغربية حالات القمع التي يعانيها الشعب الفلسطيني من احتلال إسرائيلي لفلسطين وبشاعة ممارسات الجيش الإسرائيلي، إلا أن في العمق كان الطرح لديهم أنهم يريدون أن يحتفظوا بمسافة ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كما لو كان الطرفين متساويين، لكن في هذه الحالة الأمر هذا غير صحيح وغير منصف، لأن ما نعني به النزاع الفلسطيني أو الصراع الفلسطيني إنما جاء من جريمة أولى، جريمة كبرى حدثت وهي طرد الشعب الفلسطيني من أرضه. لذلك ظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وهذه الجريمة الأولى التي حدثت لا يمكن أن تغيب في كل مراحل المفاوضات، في كل مراحل التعامل مع الصراع، أي أن هناك حاجة لإصلاح ذلك الضرر والظلم الذي لحق بالفلسطينيين. لا يمكن أن يتم محو هذا الظلم تماما، لكن لابد أن نأخذ بعين الاعتبار حتى في التغطية الإعلامية، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار حالة اللاجئين الفلسطينيين، لأن هذا هو صلب القضية الفلسطينية، وهذا الأمر غير حاضر في التقارير الصحفية وفي طريقة سرد وسائل الإعلام الغربية لجوهر القضية الفلسطينية ولجوهر الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في وسائل الإعلام الغربية عادة ما يحاولون أن يركزوا وقت وقوع حالة قصف أو ممارسات إسرائيلية أو قصف على غزة أو حصار، لكن هناك حالات ترهيب وممارسات فظيعة يومية يعانيها الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر لا يدركه الضمير الغربي، لأن مجرد الوقوف لفترة أمام نقاط التفتيش الإسرائيلية في قلنديا أو في أي مكان آخر، كل هذا إذلال يعانيه الشعب الفلسطيني بشكل يومي. وأنا منذ العام 80 أسافر إلى فلسطين بشكل متكرر، وشاهدت بأم عيني كيف أن أحوال الأسر الفلسطينية بدأت تتدهور، وحتى الطبقة الوسطى الفلسطينية بدأت تتدنى ظروف معيشتها. ولا أعني بهذا أن الشعب الفلسطيني هو شعب فقير أو شعب بائس، أبدا،
كان هذا في الطبقات المتوسطة والطبقات المرفهة والطبقات الضعيفة، لكنه كان مجتمعا قابلا للتطور، ولكن الاحتلال يحاول يوما بعد يوم أن يعمق هذا الإلغاء للشعب الفلسطيني عبر وضعه في حالة من اليأس اليومي وعبر استنفاذ قواه. وحالة اليأس هذه التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي نشاهدها من خلال الحالة الاقتصادية للأسر الفلسطينية، من خلال ظروف العيش المتردية يوما بعد آخر. وهذا هو ما يقوم به الاحتلال، وهذا لا ينقل إلى وسائل الإعلام الغربية ولا يراه المجتمع الغربي، وهي إحدى الوسائل الهامة التي تشرح الوضع الحالي للشعب الفلسطيني. إذا ما هو المطلوب من الإعلام الغربي الآن، خاصة في ظل تصاعد أحزاب اليمين في أوروبا؟ أظن أن الالتزام الأول لأي صحفي هو أن يحاول أن يروي ما يحدث على أرض الواقع، ولكي تروي ما يحدث على أرض الواقع في فلسطين لابد أن تملك معلومات من مكان الحدث، لأن هذا أمر مهم جدا، والمهم أن تعرف ويعرف الجميع أن مشكلة فلسطين بدأت بإجلاء وإخراج الفلسطينيين من أراضيهم ومن ممتلكاتهم. هذا هو الأساس، وبعد ذلك نقل الواقع اليومي للشعب الفلسطيني ومعاناته اليومية لكي يعرف المجتمع الغربي ما يحدث في فلسطين. ثم من وجهة النظر السياسية، فأنا أعتقد أننا نعيش الآن في لحظات تاريخية خطيرة جدا، ليس فقط بالنسبة للشعب الفلسطيني، وإنما أيضا لنا نحن الأوروبيون، خاصة وأننا الآن نشهد صعود اليمين المتطرف، ونحن قلقون. وإذا ما انطلقنا من مسلمة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة المهيمنة في العالم، وهذا لا شك فيه، فإن من يحكم في العالم هو دونالد ترامب، فنحن نعرف أنه واحد من أكثر الأشخاص خطورة، وهو يشكل خطرا كبيرا. ووجود ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية وبنيامين نتنياهو في إسرائيل كلاهما يشكل فريقا يعمل بتوأمة وتناغم شديد، وهو ما يجعل القضية الفلسطينية في حالة خطر شديد، خصوصا فيما يتعلق على الأقل بالدعم الشفوي الذي تبديه الدول الأوروبية، لأن ما تقوم به الولايات المتحدة أو ما قامت به بنقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل. أولا، في هذا انتهاك وقفز على كل قوانين الشرعية الدولية، وثانيا أنه عندما يرسي قانون القوة على الأرض شريعة الغاب عليها، وهذا هو أحد تصرفات ومواقف الرئيس ترامب، وهذا لم نشهده فقط في فلسطين، وإنما نشهد اليوم أيضا في إيران. هناك تهيئة للمشهد الحربي تماما، كما حدث في العراق، وأنا باستمرار أتذكر الدمار الذي أحدثوه في العراق، لأن هناك تشابها كبيرا بين العراق وبين فلسطين. جريمة احتلال العراق وغزوه لم يعاقب عليها القانون ربما في غضون 20 عاما أو 30 أو 50 عاما، ربما سيعترف العالم بأنها كانت واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية تماما كما حدث مع فلسطين. وهنا الآن نشهد هذا العمل على المستوى الدولي من ترامب ومن نتنياهو، ونشهد صعود قوى اليمين المتطرف في أوروبا، وهو ما يعكس تدهورا على مستوى المشهد العالمي أو الدولي. ولا ننسى أن عنصر أساسي للبقاء على المدنية والحضارة الإنسانية المتمثل بمساءلة الاحترام، وأقول الاحترام ولو على المستوى الشفوي، احترام حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية ولو بشكل نظري. فعندما يعترف ترامب بأن القدس وهي أرض محتلة وفقا للأمم المتحدة ووفقا للشرعية الدولية وبأنها عاصمة لإسرائيل، فإنه يعمل على تكريس قانون غزو الأراضي بالقوة إلى جانب تكريسه تبريرا للقسوة والعنف والظلم. كنت من أوائل من دخلوا مخيم جنين بعد المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عام 2002. ما هي أكثر صورة علقت في ذهنك بعد هذه الزيارة؟
كانت صورة مخيم جنين صورة الدمار الشامل التي بقيت عالقة في ذهني. لم أشهد أبدا مدينة مدمرة بهذا الشكل، مع أني كنت في البلاد العربية وتجولت فيها، لكن لم أشهد دمارا بذلك المثيل وكيفية سحق لمجتمع بهذه الطريقة التي عانتها مدينة جنين. كان هناك حصار على مدى أسابيع وحظر تجول تام، أي أن من كان يخرج رأسه كان يتعرض لإطلاق النار. وكانت القوات الإسرائيلية قد استباحت المخيم ودمرته تماما، ومن كان يطلب العون ومن كان يقترب لتقديم العون كان يقتل فورا. وقد عشت هذا الحادث أو هذا الوضع المروع طوال 3 أسابيع. وعندما دخلنا نحن كصحفيين بدأت الناس تخرج من بيوتها بعد فرض الحصار وفرض حظر التجوال عليهم. كانت البيوت مدمرة تماما، كان الناس مرعوبين ومذهولين. أنا أتذكر رجلا كان جالسا على طرف السلم خارج بيته، لكن لم يكن هناك بيت وراءه، كان هناك فراغ وكان يضع رأسه بين يديه. وبعد ساعتين عدنا للمرور من ذلك المكان وكان على نفس الوضعية وعلى نفس الهيئة. وأتذكر أيضا مشاهد النساء اللواتي كنا يحاولن أن يعيدن بناء شيء من الحياة. كانت النساء تسعى إلى أخذ أولادهن وانتشال إغراضهن من بين الأنقاض، وكنا يحاولن أن يعدن للحياة. وأتذكر شيئا يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، كان ذلك في شهر إبريل وكان الجو حارا ومغبرا، وكنا نحمل معنا أجهزتنا ومعداتنا وكاميراتنا وكنا نتصبب عرقا، لكن وجدنا مجموعة من النساء حول الأنقاض وامرأة أشارت لنا قالت السلام عليكم، ودعتنا ولا أدري من أين أخرجت من خلفها قنينة ماء. ولكن تخيلوا أنه كان هنالك 3 أسابيع من الحصار ولم تكن هناك أي مساعدة إنسانية وهي تقدم لنا الماء. بقي هذا المشهد منقوشا في ذاكرتي. هذه المسألة ليست مسألة كرم عربي فقط، وإنما مسألة المقاومة، أي أنها كانت تقول لنا لقد دمروا بيتنا، دمروا كل عالمي، كل شيء، لكني ما زلت أنا المضيفة في هذا المكان حيث كان منزلي. أنا امرأة فلسطينية ولن أسمح لأجنبي بأن يمر ببيتي دون أن يضيفه على الأقل قنينة الماء هذه. وهذه الإشارات هي إشارات بسيطة لكنها هي بقيت في ذاكرتي، لأنها تعكس طاقة الشعب الفلسطيني على المقاومة، طاقته وقوته على الحفاظ على إنسانيته وعلى ألفته مع الآخرين. وكان الاستمتاع بلحظات الفرح ضمن هذا الجو من الخراب ومن الدمار وضمن هذه المعاناة التي عانوها من فظائع الاحتلال الإسرائيلي. ننتقل تريسا لموضوع آخر. نشرت العديد من المقالات والكتب حول فلسطين، وآخرها كان كتابك ضد النسيان، الذاكرة الصورية لحياة الشعب الفلسطيني بين عامي 1889 و1948، بالمشاركة مع المصورة باليرالو عام 2015 باللغتين الإسبانية والعربية. كتاب مهم وتوثيقي كهذا، حدثينا كيف جئت بالفكرة؟ نعم، هذا الكتاب حقيقة سعيدة جدا به. ظهرت هذه الفكرة من خلال الحوار مع صديقتي ساندرا بيلارو. ذكرت أنها ستكون فكرة جميلة لو نؤلف كتابا من خلال تتبع الصور الفوتوغرافية للأسر الفلسطينية عن أجدادهم وعن عوائلهم، ومن هنا ظهرت الفكرة وبدأنا بالعمل. وقد حالفنا الحظ بأن نحظى بدعم البروفيسور جوني منصور من جامعة حيفا، فقد أرسل لنا صورا كان قد جمعها ووثقها، وأيضا من خلال التعاون مع الأكاديمي المعروف بشارة خضر، وهذا كله ساعدنا على أن نعكس صورة لكي نفند الدعاية الإسرائيلية الكاذبة
التي كانت تقول بوجود أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فلسطين أبدا لم تكن أرضا بلا شعب. فلسطين لم تكن أبدا صحراء. الصحراء موجودة كما هي موجودة في شبه الجزيرة الإيبيرية هنا في إسبانيا وفي أي بلد، ولكن من خلال الصور هذه استطعنا أن نثبت هذه الوقائع للشعب الفلسطيني. فكل العوائل الفلسطينية في ذلك الوقت كان لديها صور أسرية، وكان هناك أرشيف للمهنيين كانوا يتحدثون عن واقعهم منذ أواخر القرن 19 حتى عام 48، وهو العام الذي تأسست فيه دولة إسرائيل وحدث فيه طرد للشعب الفلسطيني من أراضيه. بهذا حصلنا على شهادات حية تبين بأن المجتمع كان مجتمعا متنوعا حيويا، هو المجتمع الفلسطيني. لا نتحدث فقط عن المجتمع الحضري المدني، بل أيضا نتحدث عن المجتمع الريفي الزراعي وعن مجتمع نخبوي من الأستقراطية الفلسطينية. وأيضا هناك احتفالات للمسيحيين وحفلات التعميد ومناسبات أيضا، أي أن الشعب الفلسطيني كان مجتمعا حيويا، وهذا الذي دمر من خلال الاحتلال وخصوصا منذ إنشاء دولة إسرائيل التي حاولت أن تقوم بعملية تطهير عرقي للشعب الفلسطيني. وهذه الشهادة تبين وجود فلسطين قبل دولة إسرائيل، وأن هذا المجتمع الفلسطيني يمكن إعادة بنائه، وقد بدأت هذه المحاولات حتى بعد نكبة الشعب الفلسطيني خلال ما يقوم به المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي المخيمات الفلسطينية. هم يحاولوا أن يثبتوا أنهم شعب حي. عند الحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لماذا لم تعترف إسبانيا حتى الآن بالدولة الفلسطينية؟ هذا السؤال أطرحه باستمرار، لأني أعتقد أن على إسبانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية كما فعلت السويد مثلا، وأمل الآن من خلال الحضور المكثف لإسبانيا وللحكومة الإسبانية في الاتحاد الأوروبي سوف يكون ممكنا الاعتراف، ولا بد من هذا الاعتراف بوجود فلسطين ووجود الدولة الفلسطينية. إذن لربما السؤال هو ما هي الجهود المطلوبة حتى نحصل على اعتراف أكبر بالدولة الفلسطينية، اعتراف دولي أكبر؟ أظن أن الفلسطينيين لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر مما فعلوا، فقد أبدوا استعدادهم للحوار وللتفاوض. الآن الكرة في ساحة المجتمع الدولي، وأنا أتحدث بشكل خاص عن الاتحاد الأوروبي وعن الولايات المتحدة الأمريكية. وللأسف نحن نعيش في لحظات نشهد فيها تدهورا للعلاقة على المستوى الدولي، وخصوصا من خلال وجود دونالد ترامب في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. لابد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأول من يقوم بهذا يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي من خلال كل أعضائه، وإسبانيا أيضا يجب أن تكون ملزمة بهذا الاعتراف، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ هذه الخطوة وأن يقود عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. بالحديث عن أوروبا، لربما يجب أيضا الحديث عن واشنطن وموقفها المنحاز الدائم لإسرائيل. كيف ترين سياسة الرئيس الأمريكي الحالية ترامب ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ علينا القول أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدا لم تكن وسيطا منصفا، باستمرار كانت منحازة إلى إسرائيل، والآن هذا الوضع تدهور أكثر. لماذا؟ من خلال موقف دونالد ترامب الذي يشكل خطرا ليس فقط على فلسطين وإنما على السلم الدولي وعلى استقرار العالم، لأن تواطؤه وتشاركه وانحيازه لإسرائيل تجلى من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هذا يعني أنه يعترف بالاحتلال ويعطي شرعية له ويعطي شرعية لاحتلال أراضي الآخرين بالقوة، وعلينا أن نعي مدى خطورة هذا الرئيس، وخطورته ليست محصورة على فلسطين وبلدان المنطقة وإنما بالنسبة لنا في الغرب، لأنه يقوم بعملية خلق نوع من النزاع والخلافات ما بين دول الشرق الأوسط وحتى أوروبا أيضا.
con respecto a Oriente Próximo y a Palestina en concreto. نهاية تيريسا، ما هي الرسالة التي تودين إيصالها للعالم؟ Yo diría que durante toda mi actividad como periodista siempre he intentado على مدى عملي كصحفية حاولت باستمرار أن أنقل الواقع الفلسطيني ما يحدث على أرض فلسطين دون أن أخفي شيئاً، وأنا واثقة ومقتنعة بأن ما حدث في فلسطين وما ارتكب ضد الشعب الفلسطيني وما يزال يرتكب حتى اللحظة هو إحدى الجرائم التي شهدها القرن العشرون. أجل القرن العشرون شهد جرائم كثيرة، ولكن أهمها كانت الجريمة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني. ولهذا فأعتقد أن على الأوروبيين ألا يفكروا أن هذا الوضع يؤثر فقط على فلسطين وعلى الدول العربية، فقضية فلسطين هي قضية تعني كرامة الجنس البشري وتتعلق بمفاهيم ومبادئ التحضر وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتمثل أيضا أحد النقاط الأساسية التي على المجتمع الأوروبي والقادة الأوروبيين أن يحددوا مواقفهم، لأني سأحكم عليهم من خلال موقفهم من المسألة الفلسطينية. هذا بالنسبة لي مؤشر كبير لهذا السياسي أو ذاك، إذا كنت سأثق فيه أم لا، أي وفقا لموقفه من القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية ليست قضية تعاطف إنساني وإنما قضية إنسانية، وتقع على عاتق أوروبا والاتحاد الأوروبي مسؤولية جسيمة في الدفاع عنها، وهي قضية تعنينا أيضا لأننا جيران، وإذا ما تركنا منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة المصائب هذه والكوارث، فإن الكوارث كما نعرف لا تعرف الحدود، وما يحدث من كوارث في الشرق الأوسط ممكن أن تتحول إلى كوارث في أوروبا. إذن حتى لو كان من باب رغبتنا في البقاء على قيد الحياة، يجب أن ندافع عن الشعب الفلسطيني وعن قضيته، لأننا بهذا ندافع ونحمي الحق الدولي من أجل حماية وإرساء القانون الدولي. بهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج أصدقاء فلسطين من مدريد. شكرا جزيلا تيريسا أرنغورين، وشكرا لكم متابعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في أمان الله.